متشكرة يا محمد. النهاردة يا ولاد هنعمل فيجن على يونت 2 ويونت 3. يونت 2 بتبدأ تتكلم لي عن الميرور، وانا الميرور عندي نوعين، يا بليم ميرور يا سفيريك ميرور. البليم ميرور بتقدر تعمل لي لايت ريفليكشن. اللايت ريفليكشن ده دي فينومينا بتحصل لللايت لما بيكون عندي بوشنج او ريتيرنينج باك ان ذا سيم ميديا وين اتس سنيك ان ذا ريفلكتنج سيرفيس. فبيكون عندي بربنديكيولر او النورمال، تمام، وبيكون عندي الاندكس اللي هي الاندكس ريفلكشن اندكس ريفلكشن ايه انجل اوف ريفلكشن، تمام، وانكيدنس اوف ريفلكشن. يعني ايه انجل اوف ريفلكشن؟ هي الانجل اللي ما بتوين الريفلكت لايت والبرنديكولر. اما الانكيدنس انجل هي الانجل اللي ما بين الانكيدنس لايت راي والبرنديكولر بيربنديكولار لاين. طب يا تيتشر تعالى نشوف الانجل. لازم عندي الانجل بتاعت الانكيدنس بتساوي الانجل اوف ريفلكشن، الاثنين دول لازم بيساووا بعض. وانا عندي هتلاقي بعد كده بيسالك على ان الانجل دي بكام. لازم ان الانجل اوف ريفلكشن بيساوي الانجل اوف انكيدنس. وتاني هقول تاني وتالت ورابع، الانجل اوف انكيدنس لو جينا هنتكلم هنا هعرف منين الانجل اوف انكيدنس والانجل اوف ريفلكشن. الانجل اوف انكيدنس هي ما بين الانكيدنس راي اللي هو ده وما بين البرفنديكيولر اهو. اما الانجل اوف ريفلكشن هو الانجل ما بين الريفلكت لايت والبرفنديكيولر برضو اللي هي هنا. اما الانجل اللي ما بين السيرفيس اريا وما بين الريفلكت لايت او الانجل اللي ما بين السيرفيس اريا وما بين الانكيدنس لايت راي ماليش اي علاقه بيهم. علاقتي بيهم هي ان هي بتكملني الال ايه البربنديكولر اللي عندي. يعني لو مديني هنا شورتي فانا اقدر ان انا اجيب الريفلكتنج او الانكيدنس انجل. طيب تعالى نشوف بقى، خلصنا كده الجزئيه دي. احنا قلنا الميرور عندي نوعين، يا بلين ميرور يا سفيريك، والسفيريك يا كونكيف يا كونفكس. تعالى نشوف الاول البلين ميرور. قلت البلين ميرور بتعمل لي ايمج ابرايت اللي هي اركت يعني، والايمج بتكون ايكوال ذا سايز، والايمج از لاترالي انفورتيد يعني بتبقى ريفرسبل بتبقى معكوسه، والايمج بتبقى فيرتيال يعني معدوله انا شايفه راسي زي ما هي، والديستانت بتوين ذا اوبجكت اند ذا ميرور ايكوال ذا ديستانت بتوين ذا فوتو الصوره اللي هتطلع لي الايمج اند ذا ميرور. تمام، تاني عشان هيجي لي مسائل على الجزئيه دي. ادي الميرور بتاعتي، المسافة الديستنت ما بين الاوبجكت والميرور هو لازم تكون المسافة ما بين الايمج بتاعتي وما بين الميرور، الاثنين بيساووا بعض. كل ما هقرب على البلين ميرور كل ما هلاقي الايمج بتاعتي جوه الميرور بتقرب معايا، وكل ما هبعد هتبعد معايا. تمام يا شباب، اللي عايز يوقفني يوقف، اللي حاسس ان في جزئية محتاجة ديتيلز يوقفني عليها. طيب نيجي نتكلم عن السفاريك ميرور. السفاريك ميرور دي انا قلت نوعين، يا كونكيف يا كونفكس. الكونكيف ميرور بسميها كونفراجنج ميرور. يعني ايه؟ يعني ميرور بيتجمع لي الراي في بوينت واحده، بيتجمع لي اللايت راي في بوينت واحده. اما الكونفكس ميرور بسميها ديفراجنج ميرور اللي هي انها بتعمل بتفرق لي الرايز اللي جايه، تمام، بس برضو بتفرقها عند بوينت. هتكلم عن الميرور، عرفنا ان الميرور البوينت اللي في نص الميرور بسميها بول، تمام، وعندي السنتر اوف ذا ميرور. السنتر اوف ذا ميرور المسافه اللي ما بين البي اللي هو البول والسنتر بقول ان هو ايه ار، وفي نص المسافه ادي اهو ادي البي وادي السي اللي هو السنتر اوف ذا ميرور، وفي نص المسافه هنا بقدر احط الفوكال، والفوكال الاف ما بين البي بسميه فوكال لينس، ولازم يكون نص الراديوس. الفوكال لازم يكون نص الراديوس او ربع الدياتومر. تمام، تاني. طيب اتكلم عن الكونكيف ميرور. انا قلت ان هي بتعمل لي كولكت لللايت راي، فاستخدمها ارشميدس، تمام، عشان يحرق السفن بتاعه الاعداء لما جمع اللايت راي وقدر ان هو يركزها على بوينت واحده فعملت بيرنينج ليه الايه السفن. طيب نيجي نشوف بعد كده الرسومات بتاعتنا. انا الرسومات عندي فين اهو، دي كل الاشكال بتاعت الرسومات عندي بتاعت الكونكيف ميرور. انا الرسومات عندي كونكيف ميرور، عندي كونفكس لينس، ما عنديش حاجه تانية. تاني كونكيف ميرور وكونفكس لينس. الكونكيف ميرور، تمام، اول حاجه بيقول لي لو انا اللايت جاي من الفار جاي من مكان بعيد فهيجمع لي كلهم في بوينت من الاف، وده اللي استخدمها ارشميدس.
تمام. طيب يا تيتشر الاوبجكت بتاعي كان واقف بعد السنتر، فالصوره بتاعتي او الايمج هتجي لي ما بين السنتر وما بين الفوكاليز وهتطلع صغيره، هتطلع سمول وطبعا اكيد انفرتيد. طيب لو انا حطيت الاوبجكت بتاعي عند السنتر، الايمج بتاعتي تطلع لي عند السنتر برضو وهتكون ايكوال ذا اوبجكت. لو حطيت الاوبجكت بتاعي ما بين السنتر وما بين الاف، الايمج بتاعتي تطلع لي بعد السنتر وهتطلع لي اللارج. هغششكم حاجه هنا صغيره، اي حاجه بتبقى موجوده بعد السنتر بتبقى كبيره، سواء اذا كان اوبجكت او اذا كان ايمج. اي حاجه موجوده بعد السنتر بتكون كبيره، سواء اذا كان ايمج او اذا كان اوبجكت، واي حاجه ما بين السنتر وما بين الاف بتكون صغيره، سواء اوبجكت او سواء ايمج. تمام معايا يا شباب؟ تمام يا مس. طيب امتى مش هلاقي ان انا اكون عندي ايمج اصلا؟ قالي لو حطيت الاوبجكت بتاعك عند الاف، مش هلاقي عند الفوكس، مش هلاقي اي اوبجكت هيتكون لي، مش هلاقي اي ايمج هيتكون لي. تمام. الرسمه دي مهمه، خلي بالكو بتترسم ازاي. نيجي بعد كده امتى بقى الحاله الوحيده اللي بيطلع لي فيرتيال وايركت وماجنيفيكايد للكونكيف ميرور؟ لو انا حطيت الاوبجكت بتاعي اقل من الاف، الصوره بتاعتي هتتكون لي بعد الميرور. تمام. وهتكون دي الحاله الوحيده اللي الصوره بتاعتي هتكون فيها فيرتيد مش انفيرتيد. تمام. بستخدم الكونكيف ميرور، بستخدمها يا اما في البوكت روتش، يا اما في الفرونت اوف ذا لايت اوف ذا كار، يا اما وانا بعمل شيفنج. المرايات بتاعت الشيفنج او مرايات الحمامات عموما بيبقى فيها نسبه كونكيف ميرور عشان تقدر تكبر لي واشوف الديتيلز اللي انا محتاجاها. اللايت هاوسز اللي بتبقى موجوده في المنارات في البحر او المحيطات، تمام، بستخدمها برضو من الكونكيف ميرور. وطبعا المطار، الاير بلان المطار المفروض ان هو بينور من الكونكيف ميرور. طيب تعالى نخش بقى على الكونفكس، واكيد طبعا المرايه بتاع الدكتور والاسنان الدنتست والسولار ايفل والتلسكوب كمان بيبقى فيه كونكيف ميرور. طيب تعالى نخش بقى على الكونفكس. اول حاجه في البروبرتيز بتاعت الايمج اللي هتكونها لي الكونفكس، ان الصوره بتكون فيرتيديت، بتكون اريكت، وبتكون دامج. طيب اي حاجه عايزه اشوف بعد الكونكيف، سوري الكونفكس ميرور يا اولاد، بتصغر لي الاوبجكت بتاعي. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لو عايز اشوف الشارع كله فانا بستخدم كونفكس ميرور، زي المرايات بتاعت العربيات، زي المرايه بتاعت الباركينج، زي المرايه بتاعت المول، زي المرايه اللي بتبقى في الترين ستيشن. كل دور ببقى عايز اشوف كل الديتيلز اللي ورايا، فلازم ان هو يصغر لي الصوره عشان اقدر ان انا اشوفها. كل دي يا اولاد استخدامات، كل دي استخدامات الكونفكس ميرور. انا لو فهمت البروبارتيز بتاعت الكونفكس والميرور هعرف استخداماتهم من غير ما افكر. الكونكيف ميرور دي بتعمل لي بتكبر الحاجه، فانا بستخدمها في الحاجات اللي محتاجه تكبير. اما الكونكيف الكونفكس سوري بتصغر، فانا بستخدمها في الحاجات اللي انا محتاجه ان انا اشوف الطريق كله ورايا، بس مش محتاجه ان انا اشوف اي ديتيلز ليا. طيب تعالوا نخش بقى في اللينس. اللينس عكس الميرور يا اولاد، تاني اللينس عكس الميرور. يعني ايه تيتشر اللينس عكس الميرور؟ يعني انا لو بتكلم ان انا كنت بتكلم عن الكونكيف ميرور والكونفكس ميرور وقلت الرسومات معايا كونكيف ميرور، المره دي هعكس، هاخد الرسومات بتاعت الكونفكس لينس. طيب اللي هناك انا قلت ان كونكيف ميرور هي اللي بتعمل لي كولكت للايت راي، هي اللي بتجمع لي اللايت راي كلها في بوينت واحده. لو هاجي اتكلم عن اللينس هتكلم عن الاثنين وهنشوف دلوقتي. اول حاجه يعني ايه لينس؟ قال لي بدل ما ان انا الميرور بتاعتي كان بيجيها الري فتعمل ريفلكت للري، فهي كان اسمها ريفلكتنج سيرفيس اريا الميرور، لا اللينس العكس بقى، اللينس اسمها ترانسبيرنت ميديا. يعني ايه؟ يعني اللايت بيدخل جواها وما بيرجعش تاني، ما بيعملش ريفلكت، لا ده بيعمل ريفلكتنج. تمام؟ بيعمل ريفلكت اللي بالار، يعني بيمر، بينكسر مش بينعكس. تمام؟ دي اللينس. طيب ايه هناخد اليوزز والتايب والفيجن بتاعتهم. طبعا استخدامات اللينس عندي اكيد في الميديكال اي جلاسز، وفي التلسكوب والمايكروسكوب والبينيكلرز، وكمان الماجنيفيكايد لينس. التايب اوف ذا لينس قلت نوعين، يا كونفكس لينس يا كونكيف لينس. الكونفكس لينس هي نفس الخصائص بتاعت الكونكيف ميرور،
يعني ايه تيتشر؟ يعني كنت بقول لكم ان كيف ميرور هي اللي بتجمع لي، هي اللي بتعمل لي كولكتد لللايت راي، هنا برضو هيحصل في الكونفكس لينس. طيب العكس بقى في الكونكيف لينس، دي اللي هتفرق لي الراي بتاعتي. تمام، نيجي بعد كده لللينس. انا شايفه ان اللينس عندها تو فيسز، سواء اذا كانت كونكيف او كونفكس، الاثنين عندهم تو فيسز. عشان كده بقى هنا عندي اثنين سنتر واثنين فوكال لينس. تاني اللينسز عندها اتنين فوكال واتنين سنتر. معلومة مهمة قوي يا ولاد، اللاين سواء انها بتتجمع او بتتفرق، فبتتجمع عن الفوكال تمام، او بتتفرق من الفوكال برضه. وطبعا انا عندي حاجه اسمها برنسبال اكسس، هو الاكس اللي بيمر بيه السين، اما السكندري اكسس هو اي اكسس ما بيمرش بيه البي. نيجي بعد كده، وطبعا الفوكال لينس هي المسافه ما بين الاف والبي. المعلومه دي مهمه برضو، بيقول لي ان السان لينس او الساك لينس، كل ما هزود الساكنس بتاع اللينس كل ما الفوكال لينس عندي هيبقى اقل، هيبقى اصغر. تمام، طيب نيجي بعد كده نشوف الري اللي هتمشي او رسومات اللينس. اول حاجه اللايت لما يجي يخش لازم يكون عندي بيربنديكولر، ادي اللينس اهي وادي اللايت بتاعي. لما اللايت بيجي يدخل المفروض ان هو بيعمل ريفلكت، بيعمل ريفلكت في انهي بوينت؟ في الاف. تمام، وبعدين بعمل، لو انا عمل، لو اللايت كان جه ومر على طول بالبوينت بي، فهو بيعمل ريفلكت على نفسه، بينكسر على نفسه. تمام، تاني تاني يا ولاد معايا. تاني يا ولاد نفس الخصائص بقى، لو انا وقفت الاوبجكت بتاعي بعد السنتر، الصوره هتطلع عندي ما بين السي وما بين الاف، وهتكون برضو انفرتيد مقلوبه، واكيد هتكون صغيره عشان قلت لكم ان ما بين الاف والسي اي حاجه بتبقى اللارج. طيب هو انا يا تيتشر هتطلع في البوينت ده ولا هتطلع في الجنب التاني؟ قال لي هتطلع في الليفت سايد. لو انا واقفه عند رايت سايد هتطلع في الليفت سايد والعكس. طيب لو انا حطيت الاوبجكت بتاعي عند السنتر بالظبط، الايمج بتاعتي هتطلع لي عند السنتر بس الناحيه الثانيه، وهيكون بنفس الايه السايز. اما لو حطيتها ما بين السي وما بين الاف، الايمج بتاعتي هتطلع لي بعد السي تمام، وهتكون اللارج. وكل الصور، كل الايمج اللي هتتكون لي من اللينس اللي هي الكونفكس لينس هتكون انفرتيد. تمام، طيب تعالي نخش بقى في الفيجن. الفيجن هي الرؤية. عرفنا ان احنا عندنا الفيجن عينيا بيبقى فيها لينس، بيبقى فيها عدسة، بتبدأ انها تجمع لي اللايت وترسم لي، تديني الايمج بتاعتي، بس بتدهاني جوه عينيا عند الريتينا. طالما الصورة بتاعتي الايمج اتكونت عند الريتينا يا ولاد، يبقى انا تمام، السايد عندي او الفيجن عندي سليمة. اما المشكلة انها تتكون قبل الريتينا او بعد الريتينا. طب يا تيتشر الصورة كده او الايمج بتتكون جوه عيني مقلوبه، انا بشوف ازاي الصوره معدوله؟ قال لي لا، الصوره بتتعدل امتى؟ قال لي بتاخد مسج للبرين، والبرين بيبدا ان هو يعدل الصوره. طيب عشان ان انا اقدر اشوف فيجن بوضوح، لازم اكون الاوبجكت بتاعي يا اما واقف اقل من 25 سنتيمتر، يا اما سوري يا اما اكبر من 25 سنتيمتر، يا اما اقل من 6 متر. عندي ثلاث امراض للفيجن عموما، للرؤيه او لامراض العين، هما ثلاث امراض. اول مرض هو الشورت سايدنس، تاني مرض هو اللونج سايدنس. الشورت سايدنس يعني بقدر ان انا اشوف الحاجات القريبه وما بقدرش اشوف الحاجات البعيده، اما اللونج سايدنس العكس. طيب ده سببه ايه بقى في عيني نفسه او في الفيجن نفسه؟ قالي لو انا عندي شورت سايدنس، فبتبدا الصوره تتكون قبل الريتينا. تمام، فعشان كده بستخدم لها كونكيف لينس. اعالجها ازاي؟ احط كونكيف لينس قبل عينيا. طيب لو عندي يا تيتشر الصوره بتتكون بعد الريتينا، فانا كده بقدر اشوف الحاجات البعيده والحاجات القريبه لا، فكده يبقى عندي لونج سايدنس. تمام،
ودي ببدأ ان انا اعالجها ان انا بلبس عدسات اللي هي بتبقى كونفكس لينز. نيجي بعد كده للي انا عارفه الكونتاكت لينسز، اللينسز اللي احنا كلنا بنلبسها بتبقى عباره عن، بتبقى طبعا بلاستيك وبتبقى سان ولينز وتبقى معموله من البلاستيك وبتبقى ستيكي عشان تقدر تعمل ستيكي للاي من الفلويد الموجود جوه عيني. اخر ديزيز عندي للعين اسمه كاتاركت ديزيز. الكاتاركت ده بيسيب الاولد ايج لكبار السن. طيب ده جه منين؟ قال لي جاي يا اما من الاولد ايج يا اما من الالنس يا اما سايد افكت للصم ديزيز يا اما من الجيناتيك ريديشن يعني الامراض الوراثيه. طيب عرفنا بعد كده ان انا لما اجي بعمل لاند اريا مش شور، المهندسين او مهندسين المساحه بالذات بنلاقيهم حاطين كاميرا كده واقفين، هما الكاميرا دي ما بتصورش، لا الجهاز ده بيقيس المسافه عن طريق سرعه الضوء. تاني الجهاز ده بيقيس المسافه عن طريق سرعه الضوء، والقانون بتاعه انا ما بطبقش عليه، هو مجرد للمعرفه ان دي بقيسها ازاي. قال لي اللي هو الفي في التي ديفايد 2. تمام؟ اي حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ لا خالص. طيب تعالوا بقى، انا كده خلصت يونت 2. الاكسرسايز اللي على يونت 2 حد كان بيحل في الهوم ورك وفي اي حاجه واقفه قصاده؟ لا يا مستر، ده سهل جدا جدا جدا. يعني مفيش أي حاجة. طب listen to، في أي حد كان في أسئلة واقفة قصاده وما حليناهاش؟ لا يا مس، بس ممكن نراجع على الرسمة بتاعة اللينس. عينيا. طيب بس مس بقت لينس عشان اتعقدت على فكرة. ورينا بس وخلاص، أوريك بس. ماشي ماشي يا إيش، مش ماشي قادرة والله، ما قادرة. خلالك صوت. ماشي طيب، ثواني كده بس، معلش يا ولاد اشوف هرسم لكم ازاي او فين. طيب اكيد على الوايت بورد. طيب ركزوا بقى على الوايت بورد عشان هبدأ ان انا ارسم الاول الرسومات بتاعة الميرور. تمام، انا عندي في الكونكيف ميرور، ادي برسم الاول، برسم الاول الميرور وبعدين ابدأ ان انا اشوف احط السنتر فين واحط البول فين. تمام، ثواني بس يا ولاد، معلش دقيقة واقفل دقيقة بس ثواني. هقعد بقى في الرسومات دلوقتي. أول حاجة أدي الميرور بتاعتي، ببدأ أحط في نص الميرور. الأسئلة دي هتكون جاية لكم، يقول لي مثلا إيه هو البوينت اللي أنا بتبقى موجودة في الميدل إن ذا ميرور، هو البول. تمام، وبعدين ببدأ أرسم البرنسبال أكسس اللي بيبقى موجود في السنتر، ونص المسافة هي الإف. جميل يا تيتشر. لو حطيت الاوبجكت بتاعي عند السنتر، ببدا اول راي اللي هو الانكيدنس راي، بيبدا ان هو اول ما بيعمل تاتش للميرور بيعمل ان هو ريفلكت. طيب يا تيتشر، هو لما يعمل ريفلكت عندي هينعكس في انهي بوينت؟ قال لي لازم يمر بالبوينت اف. جميل، يبقى ادي اول انكيدنس راي وادي اول ريفلكت راي. طيب يا تيتشر، الراي الثاني هرسمه بلون مختلف. الراي الثاني بيبدا الاول العكس بقى، بيمر بالاول في البوينت اف وبعدين بيعمل ريفلكت، بيكون برا للبرنسبل اكس. والنقطه اللي بتجمعهم دي هو هتكون مكان الايه؟ الايمج بتاعتي. وطالما انا كنت عند السي فالاوبجكت بتاعي، ادي الاوبجكت عند السي، الايمج هلاقيها برضو موجوده عند السنتر، والاثنين هيكونوا ايكوال سايز. اي حاجه بعد السي، اي حاجه بعد السي للمره الثانيه والثالثه بتبقى كبيره. يعني ايه يا تيتشر؟ يعني بصوا كده، ادي الاف وادي السي. لو انا حطيت الاوبجكت عند سي يبقى اكيد الاوبجكت ده هيبقى اكبر من الايه، من الايمج اللي هتتكون من بين السي وما بين الاف. طب يا تيتشر، لو حطيت الاوبجكت بتاعي عند السي والاف، دايما اللي عند السي والاف بيبقى اصغر من اللي قبل السي والاف، هلاقي ان الايمج بتاعتي اتكونت بعد السي وهتكون اللارج، هتكون كبيره. دي كده رسومات الميرور اللي عندي. تعال نشوف بقى رسومات اللينز.
اللينس لازم ان انا ارسم اللينس في النص اهو، واللينس في النص ادي البول بتبقى جوه اللينس عامة. وانا قلت ان عندي 2 سنتر اللي هو ما بين السي والسي، ده اسمه دايتومر قطر، وطبعا المسافة اللي ما بين السي والبي ده الاف، والمسافة اللي ما بين السي والاف دي الاف الثانية. لو انا مثلا حطيت الاوبجكت بتاعي عند السي، ببدأ ان انا ارسم اول انكيدنس لايت راي اهو، وبيبدأ ان هو بعد كده يعمل لي ريفلكت في الاف، تمام. وبعدين الانكز الثاني بيمر في البوينت بي على طول، المفروض ان دي تمر في البوينت بي اهو، والبوينت اللي بتتجمع ما بين الاثنين دول هي دي مكان الايمج بتاعتي اللي هو عند السنتر. لو انا حطيته عند السي، حطيت الاوبجكت عند السي، لازم الاوبجكت الاقيه عند السي. حطيت الاوبجكت ما بين السي والاف، هلاقي ان الايمج بتاعتي اتكونت لي بعد السي. حطيت الاوبجكت بتاعي بعد السي والاف، هلاقي ان الايمج بتاعتي اتكونت ما بين السي والاف. مكان الايمج بتاعتي مهم، قبل ما ببدا اي رسمه ببقى عارفه انا الاوبجكت بتاعي الايمج هتطلعه لي فين، عشان وانا بشتغل ابقى عارفه انا ماشي صح ولا غلط، تمام. يا شباب اي حد عايز رسمه تاني؟ لا مستريح. طيب الاسئله اللي بنتلخبط فيها، لما يجي يقول لي انا عندي الفوكال لينث 4 فانا عايز الراديوس، يبقى الراديوس بكام؟ ايت ب 8. طيب لو قال لي انا عندي الدايتومر ب 16 وعايز الاف، تبقى الاف بكام؟ فور. ب 4. نخلي بالنا من البوينت دي، الدايتومر بيبقى 4 تايمز من الفوكال لينث، والفوكال لينث بيبقى يا اما بيبقى هالف اوف ذا راديوس يا اما بيبقى كوارتر اوف ذا داتوم. اوكي اوكي اي حد عنده اسئله على يونت 2؟ مش هو في ليسون 2 نو الكومبليت صار رقم 5؟ عينيا حاضر، هفتح الكتاب دلوقتي ونشوف. مية. الكتاب بس يا ولاد اهو، هتعمل له شير للسكرين. انا مش عارفه في ايه، ما تعملوش شير لكل ده. يا ولاد انتوا سامعيني؟ أليانس طب ممكن حد يقفل الميتنج كله؟ اصل مش عارفه البتاع اللي عندي خالص، مش شايفه اي حاجه غير شاشه سوداء. فممكن نقفل الميتنج كله وابعت لينك تاني؟ تمام. تمام.